السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة، السمستر الرابع في طرق ماشينز، تحية طيبة وبعد، ومع المثال رقم 11 311 اللي بنتكلم فيه في عن the bundle of an lost impact testing machine has a mass of 30 كيلوغرام، بمعنى ان انا عندي بندول، هذا البندول تبلغ كتلته 30 كيلوغرام. The center of gravity of the pendulum is 1 meter، اللي هو مركز ثقل البندول 1 متر، مركز الثقل بتاعه اللي هو بيتحرك بيه 1 متر، يبقى كتلته 30 كيلوغرام، ومركز الثقل center gravity of بندول 1 متر. From the axis of suspension and the strike knife is 150 ملليمتر، وأن هذا البعد من محور التعليق السكين بتاعه اللي هو حوالي 150 ملليمتر. below the center يعني أسفل المركز، below the center gravity أو أسفل مركز الثقل. the radius of gyration about the point suspension is 1.1 meter، يعني بمعنى ان هو نصف قطر الدوران حول نقطة التعليق، نصف قطر الدوران حول نقطة التعليق 1.1 متر. and about the vertical، وكان طبعا about the center of gravity is 350 ملليمتر، ومركز الجاذبية بتاعه 350 ملليمتر. it making a test of pendulum is a result from the angle يعني بمعنى انه يعمل تيست اختبار وبندول result from the angle يعني حركة البندول، العمل بتاعه عند اختباره رفعناه بزاوية مقدارها 60 درجة عن طبعا الرأس بتاعه to the vertical الى اعلى، يعني احنا عشان نحرك البندول واحنا رافعين ال 30 كيلو جرامات الثقل هذا في بزاويه مقدارها 60 درجه. ترماين، ترماين يعني احسب. نمبر 1 ستريكنج فيلوسيتي اوف ذا بندول، يعني المطلوب الاول هو حساب سرعه ضرب البندول، الضربه اللي هيتحركها لما نتركه هيبقى له سرعه، سرعة الطرق بتاعه والضرب بتاعه والنزول بتاع هذا البندول. امبالس الدفع of the pendulum لهذا البندول and sudden change of axis reaction with the specimen given an impact value، لو ان هذه القوة المندفعة ب 54 نيوتن بالمتر متر is broken عشان توقفها. رقم نمبر 3 بمعنى المطلوب الثاني اوجد الدفع على البندول اذا تغير مفاجئ في تفاعل المحور بعد الاصطدام عندما تنكسر او تقل او بقوة هذه السرعة وهذه القوة بمقدار اثرت على قوة مقدارها 54 نيوتن بر متر. المطلوب الثالث angle of swing of the pendulum after impact
طبعا المطلوب الثالث عايز زاوية التأرجح، swing التأرجح، يعني هيروح ويرجع. زاوية التأرجح البندول، زاوية تأرجح البندول after impact، أي بعد الاصطدام، أي بعد الاصطدام. Number four, overage force exerted at the point and at the knife edge if the duration of impact is assumed to be 5 من 1000 second. يعني عايز متوسط القوة التي تمارس عند المحور وفي حافة السكين، حافة السكين الموجودة عندي، إذا كانت مدة التصادم هي مقدارها 5 من 1000 ثانية. تعال نشوف كده، نجيب كل واحد المطلوب على حسب. نلخص المسألة بتاعتنا الأول ونشوف إيه اللي عندنا. عندنا كتلة مقدارها 30 كيلو جرام تقعد زي ما هي. عندنا ايه نصف القطر الدوران 1.1 متر، هذه المسافة ايه طول الخيط اللي مضبوط بيه. عندنا بي من جي لبي الجزء بتاع السكين هذا 150 ملليمتر، حولناها الى 15 من 100 متر. عندنا ك اللي هي اللي هنجيب بها القصور الذاتي، حركة القصور الذاتي بتاعها 1.1 متر، هذه ك كلها اللي هي ك واحد. عندنا ك اثنين اللي هي نهاية السكين من اسفل اللي هي بتساوي 1.350 ملي متر. حولناها 35 من 100 متر. تيتا عندي الزاوية مقدارها 60، الزمن اللي عندي 5000 ثانية. أولا بنجيب الماس مومنت أنتاريا اللي هو القصور الذاتي الكتلة للبندول about the point of suspension A. القصور الذاتي للكتلة تتحرك، سيبها هتتحرك لوحدها، اسمها القصور الذاتي لها وهي كتلتها في كي واحد تربيع، كي واحد تربيع، فطلع 30 في 1.1 كل تربيع، وجبنا قيمتها 36.3 كيلو جرام بالمتر المربع. هنجيب بعد كده عندنا ال اي جي عند النقطة جي اللي هو القصور الذاتي، عند هذا اي اي عند النقطة اي، اما القصور الذاتي للكتلة بتاعت المتحركة الاولى هي عبارة عن الماس 30 في 35 ملي. القصور الذاتي لجي من جي الى بي لكل تربيع ب 3.635. ستريكنج فيلوسيتي اوف ذا بندول، المطلوب ايجاد السرعه، المطلوب ايجاد سرعه ضرب البندول اللي هي في في ستريك. ستريكنج فيلوسيتي في هذه الحاله هسميها في انجل فيلوسيتي اوميجا للبندول. السؤال منين جبنا اصلا السرعة بتاع البندول؟ جت من تحول طاقة وضع الى طاقة حركة. ما انت لما رفعت قطعة البندول لاعلى حولتها الى طاقة ايش؟ الى طاقة وضع، ثم تركتها تحول الى سرعة. اذا ام جي اتش هذه طاقة الوضع، ام جي اتش طاقة الوضع.
بحيث يكون عند هذا الارتفاع نقدر نحسبها من إيجاد الزاوية اللي هو الطول في كوساين تيتا، هيساوي نص اي اوميجا سكوير. يبقى المجهول الوحيد هو اوميجا سكوير، وعوض الام ب 30 والجي ب 9.81 والاتش هذا اللي هو 1 ناقص 1 كوساين 60. نص الاي جبناها تو القصور الذاتي في اوميجا سكوير اللي هو طبعا هذه طاقه الايه، طاقه الحركه الزاويه اللي احنا جبناها، نجيب اوميجا سكوير ومنها اوميجا ب 2.85 ومنها نقدر نجيب الايه السرعه اللي هي في بتساوي اوميجا في اي بي اللي هو اي زائد البي اللي هو 1 زائد 1.15 يدينا السرعه بتساوي 3.28 متر على الثانيه. هذا المطلوب الايه الاول وهو ايجاد السرعه. المطلوب الثاني هو امبالس دفع. مطلوب الدفع بتاع البندول امبالس عند البندول، امبالس هذا انا اعتبره القوة اف واحد امبالس اوف ادي بوينت اي، اف اثنين هذا امبالس اوف نايف حد السكين بتاعه عند نقطة بي، اوميجا الانجلر فيلوسيتي اوف بندول، اوميجا 1 انجلر فيلوسيتي اوف بندول جاست افتر ذا بريكنج اوف ذا سبيسمن. ومن ثم يصبح عندي نص اي اوميجا ناقص اوميجا 1 تربيع اللي هي بالنسبه لنا طاقه الحركه اللي هي مداني قيمتها بتساوي 54 جول اللي هي نيوتن متر، وبالتالي بعوض عن اوميجا اللي جبتها من توا 2.85 لكل تربيع ناقص اوميجا 1 هتساوي ال 54، والمجهول الوحيد هو اوميجا 1، ونقدر من هنا نجيب الايه الانجلر مومنت فيلوسيتي اوف ذا بندول جاست افتر اوف بريكنج اوف سبيسمن. خلاص يبقى المجهول الوحيد هنا ايه اوميجا، ونقدر نجيب اوميجا ايه 1 في هذه الحاله. اوميجا 1 هتطلع تساوي 2.26 راد باير سكند. طيب اذا في عند جي هذه السرعه خطيه، يبقى في عند جي يساوي اوميجا في او جي، واو جي بيساوي 1 وبطلع نفس القيمه ونفس الحكايه اوميجا داش عند جي بيساوي اوميجا 1 عند او جي وتدينا 2.26 هذا بالايه بالمتر على الثانية. اف 1 زائد اف 2 اللي هو تشينج اوف لينير مومنتم هذا يسمى الدفع، هو التغير في المومنتم او لينير مومنتم، واللينير مومنتم اللي هو بنسميه كمية الحركة، كمية الايه؟ الحركة اللي هي الكتلة في السرعة، فرق السرعة في الكتلة هيديني مجموع اف 1 زائد اف 2 اللي يساوي 17.7 اللي بعد ذلك نجيب ال امبالسيف تروك اللي هو تشينج اوف انجلر مومنتم، تغير في الانجولار مومنتم العزم الزاوي. اف 2 ضرب بي ناقص اف 1 في ايه بيساوي اف 2 ضرب بي ناقص اف 1 ايه بيساوي اي جي في اوميجا ناقص اوميجا 1، وبعوض عنها فيصبح المجهول الوحيد هو اف 1 واف 2. عندي معادلتين 2 اف 1 زائد اف 2 جبناها في الاول وجبناها من الطرق في المعادلة الثانية، وجبنا اف 1 واف 2 بحل المعادلتين مع بعض وجيب اف 1 ب 400 واف 2 بيساوي 17.13. The angular swing of pendulum after impact ايش معناها؟ عايز زاوية تأرجح البندول بعد الاصطدام، بعد عملية الايه؟ بعد عملية الاصطدام عايز الزاوية بتاعه.
أسمي الزاوية تيتا أنجلر أوف سوينج أوف بندولم أفتر إمباكت. وبالتالي هو مكتسب الطاقة هذه منين؟ من طاقة وضعه من جي اتش 1 يساوي نص اي اي اوميجا 1 اسكوير. المطلوب الرابع والاخير طبعا احنا سوينا الاثنين ببعض وجبنا اوميجا 1 المجهول الوحيد الموجود عندي هو ايجاد الزاوية هذه ام جي اتش 1 يساوي نص اي 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 اوميجا 1 سكوير المجهول الوحيد هو كوساين ثيتا وجبنا كوساين ثيتا بيساوي تقريبا 685,000 والزاوية تطلع 46 درجة تقريبا. مطلوب الرابع والأخير هو إيجاد أوفرج فورس اكسيرت ات ذا بيفنت اند ذا نايف ايج يعني متوسط القوة اللي تمارس عند المحور على حافة السكين إذا كانت مدة التصادم بتاعتي هتساوي 5,000 ثانية. وبالتالي انا عندي متوسط القوة يبقى قوة على الزمن القوة طلعناها بأربعة من عشرة على الزمن دينا 80 عند اوفيرج فورس سيرت ات ذا نايف ايدج عند حافة بتساوي القوة 17.3 اف 2 على الزمن 5,000 الديني 3460 نيوتن. هذا جيب الايه المطلوب هو معملية في منتهى متوسط القوة هو عبارة عن القوة على الزمن القوة على الايه الزمن سواء كان في اف واحد على الزمن واف اثنين على الزمن. عندنا جبتكم في المطلوب اللي قبل الثالث اللي هو الثاني جبنا اف واحد واف كم واف اثنين. ما زلنا مع الأمثلة والمثال نمبر 12 A motor drive a machine through a fraction glitch which the transform transmits a torque of 50 joule no newton per meter newton dot meter while a slab cure during engagement the rotor for the motor has a mass 16 kilogram with a radius of gyration 140 millimeter and the interior of the machine is equivalent to a mass of 20 كيلوغرام حوالي 20 كيلوغرام at the during طبعا هذا نتكلم عن the machine is equivalent to the mass 20 كيلوغرام at the driving shifted أو shift which is the radius of gyration 80 millimeter if the motor is running at 750 revolution per minute لفة لكل دقيقة and the machine is at the rest find the speed after the engagement of the glitch and the time taken what will be the kinetic energy loss during the operation. تعالوا نشوفوا هذا المثال ماذا عما يحكي وما المطلوب منه. يقول الموتور يقود المحرك حرك هذا المحرك ماكينة عبر قابض احتكاك فراكشن كليتش هذا ينقل عزم الدوران طبعا عندي له ذراع الطرق بتاعه
عزم الدوران بتاعها 150 نيوتن بالمتر، بينما يحدث ويل سلايب اوكيورز، يعني يحدث الانزلاق اثناء أثناء الدوران للمحرك، وأن الكتلة هذه أي كتلته 50 كيلوغرام، يعني هذا الجزء كتلته 60 كيلوغرام مع نصف دوران مع نصف قطر دوران 140 مليمتر، والانتيريال القصور الذاتي بتاع الماكينة بتاع الجهاز اللي عندي او الموتور هذا 20 كيلو جرام، هذا القصور الذاتي بتاع. هذه في عمود القيادة مع نصف دوران مقداره 80 مليمتر. طيب قال اذا كان هذا المحرك يعمل 750 دورة في الدقيقة والجهاز في هذه الحالة، اي في حالة الراحة في الريست، المطلوب ايجاد السرعة بعد تعشيق القابض هذا بتاع المحرك عشان نوقفه، والوقت المستغرق وما مقدار هذه الطاقة التي فقدت اي طاقة حركية اثناء هذه العملية حتى نوقف هذا المحرك الذي يعمل 750 لفة لكل دقيقة. اعتقد كده الامور وضحت بالنسبة لهذا المثال. طبعا اول هذاك عادتنا ان بنلخص المسألة، الطرق اللي عندي كم، الكتلة مقدارها كم، مسافة القصور الذاتي بتاعتي بحولها للمتر 14 من 100 متر، كتلة الجزء القابض بتاع 20 كيلوغرام، والقصور الذاتي بتاع مسافة القصور الذاتي 80 مليمتر وحولتها للمتر 8 من 100، وعدد اللفات 750، والأوميجا بتاعتها حولتها من السرعة إلى ريديوس بير سكند اللي الأوميجا، مادام عندي عدد لفات أقدر أحول هذه إلى سرعة زاوية. هو بدأ من سكون يبقى إن 2 بصفر وأوميجا 2 طبعا بصفر، خلاص هذه انتهت من القضية. أول حاجة بجيب القصور الذاتي اي واحد، بضرب الكتلة في مربع المسافة، القصور الذاتي في الحالة الثانية اي في ام اتنين في كي اتنين، ثم بعد ذلك السرعة افتر انججمنت او ذي كليتش and the time، يعني المطلوب ايجاد السرعة بعد تعشيق القابض، يعني عملنا تعشيق لها عشان نوقف هذا الدوران. اوميجا السرعة الزاوية، تي تايم الفا العجلة الزاوية، فانا عندي الطرق ضرب تي بيساوي الاي في اوميجا 1 ناقص اوميجا، اقدر اجيب التي لان انا عندي امبالسيف تروك تساوي تشينج في الانجلر مومنتم، الدفع بالنسبه للتروك بيساوي التغير في كميه الحركه الزاويه، ومن ثم اقدر اجيب المجهول الوحيد اللي عندي اللي هو تي وعندي اوميجا. المعادلة الثانية
ايضا نفس الحكايه بس اوميجا 1 نسمى اوميجا 2 ونجيب برضو نفس الحكايه في اوميجا. حل المعادلتين مع بعضهم باعتبار ان اوميجا 2 قيمتها بتساوي صفر. بتساوي ايه؟ صفر. فعندي مجهول وحيد، مجهولين في معادلتين، بقدر اجيب التي واقدر اجيب الاوميجا. زي ما انتم شفتم اوميجا في هذه الحاله هتساوي 60 راد بير سكند. هي بس حل معادلتين مع بعض ونجيبهم معاكم مباشرة. المطلوب الثاني الطيم، لما احل المعادلة بجيب اوميجا اجيب الطيم وبالتالي يديني 600 سكن. المطلوب الثاني هو ايجاد كاينتيك انرجي لوستنج ديورينج ذا اوبريشن، اي طاقة الحركة المفقودة اثناء العملية. طاقة الحركة زي ما عارفين هي عبارة عن اي في اوميجا، نص اي اوميجا تربيع، لكن عند اي واحد واي اثنين، اوميجا واحد اوميجا اثنين، اوميجا واحد نص اوميجا اثنين كل تربيع في اي على اي اثنين على اثنين في اوميجا في اي واحد زائد اي اثنين. هذه تسمى كاينتك انرجي لوست ديورينج ذا اوبريشن، وبعوض عنها وكل البيانات موجودة والنتيجة بتساوي 356 جول او نيوتن متر. طبعا الاجزاء الاخرى اللي هنتكلم عنها بعدين اللي هي التروك ريكوايرد اكسلريشن ان شاء الله نلقاكم في محاضرة اخرى باذن الله سبحانه وتعالى، ونرجو ان تكونوا استوعبتم هذا الامر جيدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.